زملائي التلاميذ، زميلاتي التلميذات، يسعدنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من إذاعة المسيرة الخضراء لمؤسسة طارق بن زياد الابتدائية مديرية السزاق. الأخطار المنزلية. نبدأ مسلسل التحذير من العبث بأدوات المنزل بالعبث بالآلات الحادة، حوادث الأدوات الحادة. التعرض للأدوات الحادة عادة ما يحدث نتيجة دخول الأطفال إلى المطبخ والعبث بأدواته الحادة، مما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة. ولوقاية الأطفال من حوادث الأدوات الحادة، يراعى وضع الأدوات الحادة الموجودة في المطبخ بعيدا عن تناول أيدي الأطفال. عدم إعطاء الأطفال أدوات طعام حادة أو قابلة للكسر. إبعاد القطع المعدنية أو النقود عن تناول الأطفال. منع الأطفال من اللعب بالملاحقة بين قطع الأثاث. حوادث الكهرباء. السعق بالكهرباء من أبرز الحوادث المنزلية التي تصيب الأطفال، نظرا لأن مقابس الكهرباء تكون في مستوى أيدي الأطفال. ولكي نجنب الأطفال سعقات الكهرباء، علينا اختيار مقابس لها أغطية محكمة يصعب فتحها، وفصل الأجهزة في حالة عدم استخدامها، التأكد دائما من عدم وجود أسلاك عارية، إبعاد الأطفال عن منافذ الكهرباء دائما خاصة إذا كانت أيديهم مبللة. ختاما نقول، من الصعب علينا أن نحصي مجالات الخطر في المنزل، لكن ثقوا بأن العبث بأدوات المنزل إما أن يتلفها وإما أن يؤدينا، لذا خير لنا البعد عن العبث بأدوات المنزل. Les gros verbaux. Les verbes sont classés en trois groupes pour faciliter leur conjugaison. Le premier groupe comprend tous les verbes dits réguliers qui finissent en ER sauf le verbe aller. Il représente près de 90% des verbes. Tous les verbes réguliers se terminant en IR et dans le participe présent se termine en et sans appartiennent au deuxième groupe. Troisième groupe comprend tous les verbes dits irréguliers qui ne sont ni dans le premier groupe ni dans le deuxième groupe, ainsi que les verbes aller. On peut classer les verbes de ce groupe selon leur terminaison. Les verbes en IR qui ne sont pas du deuxième groupe, comme courir, cuire, mourir, ouvrir, offrir, etc. Les verbes en voir, comme voir, savoir, pouvoir, etc. Les verbes en IRE, comme attendre, prendre, mettre, etc. أبو خالد. أبو المساكين هو جعفر بن أبي طالب. يقول أبو هريرة كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب. أسد الله هو حمزة بن عبد المطلب. أم المساكين هي أم المؤمنين زينب بنت خزيمة. أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة عامر بن جراح. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن جراح. Okay.
حكاية ومثل للأمثال في لغتنا باب واسع وشعور ظاهر، ومع أحد هذه الأمثلة يقال الوصف حدة البصر أبصر من زرقاء اليمامة، فما زرقاء اليمامة وما حكاياتها؟ زرقاء اليمامة هي امرأة مشهورة بحدة البصر، وكانت تعيش في نجد في منطقة اليمامة، وكانت لقوة بصرها سبحان الله تبصر الشعرة البيضاء في اللبن، وتستطيع أن ترى الشخص المسافر على بعد 3 أيام، أي مسافة 100 ميل تقريبا، وكانت تنذر قومها من الجيوش إذا غزتهم، أي إذا أرادوا أن يهجموا على قبيلتها فلا يأتيهم جيش إلا وقد استعدوا له. وذات مرة أراد العدو أن يجمع على قبيلتها قد سمع بقدرة زرقاء اليمام على إبصار الشديد، فصنع حيلة حتى يزحف على قومها دون أن تشعر هذه المرأة. قطع العدو شجرة أمسكوه أمامهم بأيديهم وصاروا، ونظر الزرقاء فقالت إني أرى الشجرة قد أقبل إليكم. قال قومها لقد خرفت وضعف عقلك وذهب بصرك فكذبوها. وفي الصباح هجم عليهم العدو وقتلوا الزرقاء ويقال فقأوا عينيها، ويقال بأنهم وجدوا أن عرق عينيها كان من الإثم وهو كحل معروف، ثم ماتت، لذلك صار هذا المثل يضرب دليلا على حدة البصر أبصر من زرقاء اليمام. قالت العرب: قال المأمون: جلس الخير نعمة وجلس الشر نقمة. قال قاسم أمين: لا تكتمل أخلاق المرء إلا إذا استوى عنده مدح الناس وذمهم إياه. قال أبو ذر غفاري رضي الله عنه: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدابهم. قال سعد زغلول: أنا لا أستخدم نفود أي اسم كان لحصول على أي غاية كانت. قال خالد بن وليد رضي الله عنه: عقول الرجال على أسنة أقلامهم وليس على أسنة رماحهم. هل تعلم؟ حلقة خاصة بعالم الحيوانات. هل تعلم أنه يوجد في العالم نحو 6000 نوع من الزواحف، و73,000 من نوع من العناكب، و3,000 نوع من القمل، 4,600 نوع من الثدييات، و9,000 نوع من الطيور. هل تعلم أن أفعى الأصالة الأفريقية تستطيع أن تبقى على قيد الحياة بلا طعام لمدة 2 كاملتين؟ هل تعلم أن النحلة ترفرف بجناحيها بمعدل 350 مرة في الثانية الواحدة؟ هل تعلم أن الزرافة تستطيع أن تنظف أذنيها بلسانها الذي يصل طوله إلى 140 سنتيمترا؟ هل تعلم أن الثعبان لا يستطيع أن يلدغ أثناء وجوده في الماء؟ أنه إن فعل ذلك فسيغرق نتيجة دخول الماء في فمه. هذه الحلقة كانت من تقديم فاطمة الزهراء عربوش، يونس خطوري، خولة الهلالي، عبد الله بجرجي، نادى بوغنين، أنور الغريب، ومحمد باش، تحت إشراف الأستاذ محمد بورقعة. وهذه محدثتكم مريم ورقزيز. استودعكم الله الذي لا تطيع ودائعه، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.